رسمياً. الملك يعين محمد مهيدية والياً على جهة طنجة تطوان الحسيمة وعاملاً لعمالة طنجة أصيلة، فمن يكون؟ ازداد مهيدية في مدينة سيدي قاسم وهو حاصل على دبلوم مهندس دولة من المدرسة الوطنية العليا للمعادن بفرنسا ودبلوم المعهد العالي للإسمنت المسلح بمرسيليا. تولى عدة مسؤوليات منها مدير إقليمي للأشغال العمومية بإقليم أزيلال، مدير شركة تهيئة سلا الجديدة، كما جرى تعيينه عاملاً على عمالة سخيرات مرا ووالياً لجهة تهز الحسيمة تونات وعاملاً على إقليم الحسيمة. كما جرى تعيينه أيضاً والياً لجهة مراكش تنسيفت الحوز وعاملاً على عمالة مراكش ووالياً للجهة الشرقية وعاملاً على عمالة وجد أنجاد. وبعد تفعيل التقسيم الإداري الجديد للمملكة ظل مهيدية والياً لجهة الشرق وعاملاً على عمالة وجد أنجاد، كما جرى تعيينه والياً على جهة الرباط سلا القنيطرة. مهيدية حاصل على وسام العرش من درجة فارس، متزوج وأب لثلاثة أبناء. فما هي انتظاراتكم من الوالي الجديد؟